العقد عقد النكاح هو لابد يوثق عقد النكاح ويصنع مع الشيخ والشهود وكل شيء العقد الإسلامي، لكن لابد من توثيق العقد رسميا في الحكومة. لأن توثيق العقد هذا حفظ للحقوق. لأنه ممكن يعقد وبعد هذا يترك المرأة ولا لا يطلقها أو كذا أو يطالب بالشيء. وهذا طاعة السلطان في هذا، هذا تحقق مصلحة. إذا لابد من طاعة السلطان في غير معصية الله.